السلام عليكم. سنتابع من خلال هذا الفيديو أهم الميزات والأدوات التي يقدمها تطبيق Creator Studio المقدم من يوتيوب لتسهيل إدارتنا لقناتنا باستخدام أجهزة الموبايل والتابلت. أولاً، في متجر جوجل نبحث عن Creator Studio ونجد التطبيق أول شيء في البحث، ونقوم بتحميل التطبيق وتثبيته على جهازنا. نضغط على أيقونة التطبيق للدخول إليه، ونلاحظ أن التطبيق ينقلنا بشكل تلقائي إلى داشبورد قناتنا على يوتيوب. نجد التنبيهات في أعلى يمين الصفحة، وبالضغط على الخطوط بجانب كلمة داشبورد في اليسار يظهر لنا التطبيق غلاف القناة واللوغو، وأسفل منها يسهل علينا الوصول لداشبورد الفيديوهات الخاصة بنا وقوائم التشغيل والتعليقات وإحصائيات يوتيوب، بالإضافة إلى الإعدادات أو الوصول مباشرة إلى يوتيوب. بالعودة إلى داشبورد نلاحظ وجود لمحة بسيطة عن الإحصائيات، مثل مدة المشاهدة على القناة وعدد المشاهدات وعدد المتابعين الجدد والربح المقدر، وطبعاً هذه الإحصائيات تكون لآخر 28 يوم، ويمكننا الضغط على View More لمعرفة تفاصيل أكثر. القسم الثاني Videos يعرض آخر الفيديوهات التي تم رفعها على القناة، وعلى كل فيديو عدد المشاهدات وعدد التعليقات والإعجابات، وكذلك هل هو عام أو خاص، وإذا كان الربح عليه مفعل أم لا. يظهر لنا ثلاثة فيديوهات، ونضغط على View More إذا أردنا مشاهدة المزيد. القسم التالي هو قسم Comments، ويعرض التعليقات التي تصل للقناة وكل تعليق على أي فيديو أو على أي قسم، ويظهر لنا آخر التعليقات. نضغط على View More لنشاهد كل التعليقات وحتى نتمكن من الرد عليها. هذه الميزات ذكرناها بشكل سريع، وسنعرض في فيديوهات لاحقة شرحاً مفصلاً لهذه الميزات ولغيرها من الميزات الأخرى في تطبيق Creator Studio.